السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالباتي حبيباتي طالبات الصف الثالث الابتدائي، أهلا ومرحبا بكن حبيباتي في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. هيا بنا لكي نتعرف معا على رؤية المدرسة قبل بداية شرح الدرس. ورؤية المدرسة هي إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء المجتمع الواعي المتحضر، محافظا على أخلاقه وقيمه، مستخدما للتكنولوجيا الحديثة. تعالوا معا حبيباتي لكي نتعرف سويا على القيمة الأسبوعية لهذا الأسبوع. والقيمة الأسبوعية هي النظافة والنظام، حيث حثنا الدين الإسلامي على ضرورة النظافة والنظام. ودرسنا اليوم حبيباتي بعنوان سورة الغاشية، وهذه السورة للحفظ، وسوف نتناول اليوم إن شاء الله الآيات من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 16. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف معنا على آداب تلاوة القرآن الكريم. ما هي حبيباتي؟ أحسنتم، الطهارة والوضوء، الاستعاذة بالله، ومعنى كلمة استعاذة هو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، التأني وعدم العجلة، ترتيل القرآن الكريم وتجويده، توقير القرآن وتعظيمه، البسملة، ومعنى كلمة بسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا التزام الخشوع وحسن الجلوس. والآن حبيباتي على كل طالبة أن تكون بفتح مصدر التعلم صفحة 82، وذلك للتعرف على التهيئة. جاء في القرآن الكريم أسماء مختلفة ليوم القيامة، والسؤال حبيباتي اذكر ما تعرفه من أسماء يوم القيامة. من أسماء يوم القيامة الغاشية، الحاقة، الواقعة، يوم البعث، والآن حبيباتي تعالوا معا لكي نتعرف على الهدف الأول في درسنا اليوم، وهو أن تتلو الطالبة الآيات الكريمة تلاوة صحيحة. هل أتاك حديث الغاشية
عصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. والآن حبيباتي بعد أن استمعنا إلى تلاوة الآيات الكريمة هيا بنا لكي نتعرف على بين يدي السورة الكريمة. فسورة الغاشية هي سورة مكية، ومعنى كلمة مكية أي أنها نزلت في مكة المكرمة. عدد آياتها 26 آية. عن ماذا تحدثت هذه السورة؟ تحدثت عن نعيم المؤمنين يوم القيامة، وأيضا تحدثت عن عذاب الكافرين يوم القيامة، وأخيرا تحدثت عن التفكر في مخلوقات الله تعالى. والآن حبيباتي ننتقل إلى الهدف الثاني من درسنا اليوم، وهو أن تبين الطالبة معاني المفردات الصعبة الواردة في الآيات الكريمة. معنى الغاشية هي اسم من أسماء يوم القيامة، خاشعة أي ذليلة، ناصبة أي مجهدة ومتعبة، ضريع أي نبات خبيث طعمه مر، لاغية أي قولا سيئا، ونمارق أي مساند يستند إليها، وزرابي أي فرش وبسط.